هجوميته، لكن بمثل هذه المباريات لابد الفريق ان يثبت. حاتم القرابيسي، طارق جلامة، ويوسف شيبو. هذا فوز حققه على حساب فريق لايبزيغ على مستوى الشامبيونز ليج. بذات هذه المجموعة هنا ميسي يتقدم، عند الكرة من الطرف الايمن الوصول، يا ترى الوصال الاول لمن سير اجل هدف اول في بحث من جانب فريق باريس سان جيرمان. على الصورة هنا ميسي يتقدم، ميسي يحاول، ميسي عند الكرة، عند الكرة وصلت الى الصورة، ميسي يتقدم ينقل الكرة ادريسا، ياتي بالخطر السعيد خط الوسط ادريسا. وكذلك الامر بالنسبة في اخر موسمين في مختلف الملاعب في اوروبا، هل من نهائي الموسم الماضي دليل يستدل به الطريق؟ عند الكرة فيراتي، ميسي مش في اغلى البطولات الاوروبية، كرة منقولة من وسط ميسي على فليس، ميسي الذي يبحث عن اول اهدافه بقميص ماركو، ماركو فيراتي اللاعب اللي افتقد كثيرا فريق باريس سان جيرمان على مستوى المباريات الماضية. طبعا جواب هنا في مدرجات حديقة الأمراء، كرة قدم ماركو التمريرة، ميسي عند كرة، فرصة خطيرة تأتي، عند كرة في وسط الملعب من جديد إدريسا إلى ميسي، ميسي بتعود إلى كيليان مبابي باتجاه ميسي، ميسي مرة تانو كيليان مبابي، مبابي إلى ميسي، ميسي عند كرة يحاول، ميسي بلقطة في مبابي عند كرة وصلت إلى ميسي، ميسي يتقدم في هدف عن الكثير من الحسابات بالنسبة لهذه المجموعة. غريبة 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 الكرة الماضية، ميسي يبحث عن أول أهداف في قميص الفريق إلا باريس، فريقي نيمار وصلت إلى ميسي، ميسي عند الكرة وصول بعد ذلك ميسي مرة أخرى، نقلة قدم في وسط الملعب يبحث عن مرور ميسي من أمام رودري من السلام، عادة هذه الكرة عن طريق ليونيل في هذه المجموعة، هناك متقدم بينما هنا ميسي يتقدم عند الكرة إلى ركلة مرمى سيتي لاشي، القاتل مع انطلاقة تفاتل وتضغط على نقاط القوة ولا تترك لاعبين وسط الميدان الخروج، كرة ما زال تمرير إلى إدريسا، ميسي عند الكرة يحاول فيها العولقة، كرة منقولة بيوصل الملعب عن طريق نيمار، عادت إلى الأسماء التي تتواجد في تشكيلة فريق باريس في هذا مثل ما تعود جماهير دوري أبطال أوروبا، وكرة ميسي عند الكرة يبحث عن أول أهداف تعودنا أن نشاهد من خلال دونا روما بتألق إلى نيمار مرة أخرى، تمريرة حاضرة عادت إلى كرة إلى ميسي في الرواق الأيسر، ميسي يتقدم، ميسي يمر، ميسي يصل الثاني من هذا اللقاء، ليونيل يرسل كرة عالية تغطية مهضات إلى أخيرة، يبعد كرة هنا ميسي في عملية الافتكاك، يأتي ميسي عند كرة، ميسي يتقدم، ميسي يحاول أن يعرض كرة بعد ذلك حيث ليونيل ميسي في وسط الملعب، نيمار يتقدم، ميسي عند كرة يطلب الكرة بعد ذلك كرة يتقدم يصل من الطرف الأيمن يحاول ميسي راح، ميسي مرة كرة خطيرة، ميسي جول جول. الذي سجل أول أهداف الموسم، ميسي اشترك في 14 لقب للجماهير الباريسية بتعزيز النتيجة بهدف ثاني بعد هدف، توالت التغييرات بينما هنا ميسي من وما يمكن أن يحدث دائما، هنا لدينا ميسي عند فريق البلجيكي لن تستمر بالطريقة التي عليها، اعتبرنا أن بداية كلوب مقولة هذه الكرة، ميسي من جديد نقلة باتجاهه، تدخل يا بحثي عن الهدف الأول، ميسي في هذا المكان هو الذي دم على ذلك إدريسا، وصلت إلى ليونيل في الطرف الأيسر، ميسي